ومرة من المرات أيضا أقولها في مسجد الشيخ صالح السدان الله يغفر لنا وله في العلية الأول، دعيت من قبل الشيخ رحمه الله وصليت في المسجد العصر، فقلت للشيخ لعل الحديث يصير لي اليوم، تكلمت كلمات مختصرة عن التوحيد، عن أنواع التوحيد، وعن عظم شأن التوحيد، وعن فضل التوحيد، كلمات مختصرة لأنه حديث بعد العصر، وأنا قائم، فقام رجل أمامي وراء الصف ويكتب كل ما أقول، يكتب عليه مثل ما يكون جاكيت وبنطلون وكذا مصلع. يوم انتهيت قال يا شيخ، قال أين هذا العلم؟ حنا محرومين من هذا العلم، كيف ما تنشرونه؟ قلت العلم منشور، ناشره غيرنا، الله اللي ناشره، لكن أنتم في غفلة عنه. قال يا أخي هذا التوحيد، هذه العقيدة، هذا الدين الحق. يوم سألت عنه الشيخ قال هذا رئيس وزراء العراق سابقا، نسيت اسمه، في هذا المنصب، فتح الله عليه. والله يقول احنا هناك محرومين مضللون يعني، والحوادث كثيرة يعني. أنا أذكر هذا من شأن تعرفون أهمية التوحيد والدعوة إليه، وأنه علينا واجب في أعناقنا، حق لله جل وعلا أن نعنى بهذا. أهم شيء النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد بالوحي والآيات، أمضى من عمره الشريف كم؟ ها؟ في مكة 13 سنة، في المدينة 10 23 سنة، وهو يدعو إلى التوحيد حتى في سياق الموت وينهى عن الشرك عليه الصلاة والسلام. أول ما سمع منه أن يوحد الله وتكسر الأوثان، اعبدوا الله واتركوا ما يعبد آباؤكم، وآخر ما سمع منه إن هؤلاء إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وجعلوا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق، إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة ومحيا والذين يتخذون القبور مساجد، إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فأني أنهاكم عن ذلك. فهذه مهمة عظيمة، نسأل الله أن يعيننا عليها ويسددنا فيها ويبلغنا مراده من نشر هذا الدين بين الناس وبين العالم، مساكين في طريق جهنم.